وإن كان الصحابة حتى ولو اختلفوا هم، لكنه الاختلاف ما وصل إلى درجة فقدان النبل إلا عند أشخاص. أشخاص مثلا في يوم أبو أيوب الأنصاري حاط رأسه على قبر النبي صلى الله عليه وآله ويدعو الله عز وجل، إجا لي واحد أمسك من عنقه في بداوة في غلظة خنقة، قال لا تعرف ما تصنع؟ دار وجهه شاف أبو أيوب قال إيه أعرف ما أصنع، ولكني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تبكوا على الإسلام إذا كان الحكم بيد أهله، ولكن ابكوا على الإسلام إذا صار الحكم بيد غير أهله. في أمثالك قال أنت تعلمني تكليفي الشرعي أنا، والله عز وجل أنا أمرني أن أبتغي الوسيلة إليه، وهذا واحدة من الوسائل، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أرفع جاهه على يدي. كشوا هالغلظة هاي اللي عنده هذا، هاللون هاللون من الممارسات، اللسان اللي ما يكون بي ورع، واليد اللي ما بيها ورع، ومز مزق الوحدة تمزيقا. والحال القرآن الكريم يريد من المسلمين، لأن الآية على نحو القضية الحقيقية مثل ما يقولون، مو على نحو القضية الخارجية، فيريد أن المسلمين يتمسكون بهالمبدأ، مبدأ أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني أحدهم يرحم الآخر، هذا يرحم هذا وهذا يرحم هذا.